وثياب يوم مدينتي استشرب تحتك وتعيشي انتي وثياب يوم مدينتي استشرب تحتك وتعيشي انتي. جايبين مقاديس محترمه جدا لاهل السويس، وده مشروع ثقافي رائده في وزاره الثقافه المصريه. احنا بنحكي الدوره الاولى في اول مهرجان بيقام في مدينه السويس الحقيقه، بين هذا المهرجان بيقام فيه وزاره الثقافه ووزاره السياحه والاثار، وطبعا المحافظه اللي خدمتنا جدا معانا. بدانا في محافظات الصعيد في دندره وفي ابيدوس، ناخد المواقع السياحيه وده طبعا بتنسيق مع وزاره السياحه والاثار. ده بيلقي الضوء على المعالم السياحيه الموجوده في المحافظات، وبالتالي بيشجع السياحه الداخليه. ثاني سبب انه بيزود الوعي السياحي والاثري لدى الاطفال لدى الناس ولدى الشباب ولدى سكان المحافظات. متحف السويس متحف في منتهى الأهمية، متحف اتفتح في سبتمبر 2014، في 1500 قطعة أثرية بتتكلم على تاريخ مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى الفترة اليونانية الرومانية. أشهر القطع الأثرية في هذا المتحف بنتكلم على تمثال سينوسيرت الثالث دولة وسطى، نتكلم على 4000 سنة عمر تقريبا. أول محاولة كانت لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، قناة تسمى قناة سيزوستريس سينوسيرت من فترته اللي هي حاليا قناة السويس. بين قد إيه مدى أهمية هذه المحافظة من مواقع أثرية ومواقع سياحية، ووضع هذه المحافظة فعلا اللي تستحق على خريطة السياحة العالمية. كل الحاجات الفنية وكل الأجهزة اللي موجودة في موقع العمل في المسرح أو في مواقع المهرجان كلها من الأوبرا، سواء خشبة المسرح تجهيزها وبنائها وكله من دار الأوبرا المصرية. الإضاءة اللي موجودة في كل المسرح بكل المسرح وكل المكان هنا من دار الأوبرا المصرية، الصوت من دار الأوبرا المصرية، حتى الزملاء بتوع الاستقبال من دار الأوبرا المصرية، هم اللي بيدخلوا الناس وهم اللي بيعادوا الناس. انت في الأوبرا بس مش داخل الأوبرا، يعني الأوبرا نفسها بتنتقل جزئيا. بالظبط، بتبقى في المحافظة نفسها بيطلبوا فنان معين فاحنا بنحاول نلبه لهم. يعني انتوا كمان حريصين تشوفوا الناس عايزه ايه؟ طبعا طبعا طبعا، يعني احنا قبل ما نيجي حد قال يعني وكلمونا، طب ما تجيبوا لنا هاني شاكر، فجبنا هاني شاكر. يمكن لأول مرة أغني في السويس، كل السعادة وكل الحب ليك ولأهل السويس. على سطح نيلك وقناتك صورة لتاريخك ونضالك، على سطح نيلك وقناتك صورة لتاريخك ونضالك. مش قادرة أقول لك ردود الفعل يعني مبهرة جدا، مبسوطة جدا، ودي أول مرة تحصل حاجة بالحجم ده في السويس، فنتمنى إن هي يعني تستمر، لأن فعلا الناس مبسوطة جدا بحاجة زي كده. في جمهور كتير عرفت إن في متحف بسبب الحفلة، فبقى عندنا إقبال من شركات سياحة إن هي بتيجي تحجز رحلات. وإمبارح كان في رحلة موجودة الصبح، وبعد الظهر هم حضروا الحفلة. متحف السويس اتفتح في 2014، بيضم 8 قاعات للعرض بتحكي قصة حفر قناة السويس من عصور ما قبل التاريخ لحد العصر الحديث. الله، اسمع السويس لما تقرا. وما بتبعد عشان احنا يعني متخصصين في إقامة حفلات وإقامة الفعاليات، فاحنا اللي بننفذ ده. لكن طبعا المهرجان ده بدعم من وزارة السياحة والآثار بجانب وزارة الثقافة، فاحنا بنعمل الجزء اللي هو
اللي هو التجهيزات الفنية، الحاجات اللي ليها علاقة بإقامة الحفلات أو إقامة الفعاليات. بداية أو يعني بداية تنفيذ الفكرة بتبقى اختيار المكان، فاختيار المكان بيبقى من خلال وزارة السياحة بيرشحونا مكان، وإحنا كدار الأوبرا وتابعين وزارة الثقافة بنروح نعاين المكان ونشوف هل هو ملائم لإقامة المسرح وإقامة الفعاليات، ويبقى الدخول والخروج له سهل. مهرجانات دي بتتكلف، فوزارة الثقافة بس لوحدها أو دار الأوبرا لوحدها ما تقدرش تتحمل العبء ده. ان شاء الله يعني احنا بنامل ان المهرجانات دي تبقى مهرجانات دوليه. اي فنان في العالم يتمنى ان هو يجي يقف على المسرح ده ويؤدي للجمهور. اجمل حاجه بنشوفها في المهرجانات دي فرحه الجمهور، قد ايه الجمهور بيبقى جاي يقضي يوم جميل ومبسوط فدي بالنسبه لنا هي اهم حاجه. بيبقوا فجاه الفنان اللي هو بيحبه وبيحب يسمعه وبيحبه فيبقى قدامه كده، وطبعا الـ 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 لان دعم من الوزارات يعني او من الدوله، بيبقى المهرجانات دي مجانا لاهل المدينه يعني. What's up, boy?